تحياتي لكم. راح نكمل اليوم قصتنا مع الكوب الخشبي الكوكسة، وراح نشوف ما هو البديل الناجح بدل هذا الكوب الخشبي. راح نسوي التجربة الثانية اللي راح نشوفها الحين، واعرف ان احتمال يزعل مني الاستاذ حسين القطان صانع الخشب والفنان حسنين الرمل، ولكن خلونا نشوف المنتج الثاني اللي ينافس الخشب. المنتج الثاني اللي راح نشوفه هو طاسة الكابالكا. طاسة الكابالكا هي منتج جديد قدمتها لي شركة كابالكا حتى أوريكم إياها، وهي طاسة من مزيج من الخشب والفايبر والبلاستيك مع بعض، وهذا الاختراع هو اختراع جديد ومميز لهذه الطاسة لتعطيك إحساس الخشب أيضا، ولكنها مصنوعة من هذه المواد المتعددة، هي منها أيضا ألوان كثيرة. تقدر تأخذ طاسة أكبر تصلح لشوربة، وتقدر تختار اللون اللي أنت تبيه، هذه لونها أسود، أيضا هي عليها ورنتي ومضادة للحرارة. الكابالكا اللي تصلح للسلطة مثل ما تشوفونها حجمها الكبير، وتقدر تطلب وياها أيضا شوكة وقفشة من حجمين وسكينة، وكلهم عمليين ويصلحون للاستخدام الصعب في الغابة وفي البر وفي الرحلات. خلونا نشوف هذا الفيديو اللي هو يبين لكم عن مدى قوة هذه الطاسة من شركة كابالكا الفنلندية. كوبيلكالا voi tehdä hiekka linnoja kaivaa kuoppa ilkaa voi käyttää mokseen. Porukalla. Mutta tärkeintä nykyisillä retkillä on se, että sinulla on ystävä. جرب الحين طاسة الكابالكا مع القهوة. استخدم النسكافيه جولد اوريجينال التريكة. حافظ على طعم القهوة، ما راح تحس بطعم الخشب اللي موجود. أيضا مسكة الطاسة جميلة جدا، أو بإمكانك تمسكها بهذه الطريقة، تحافظ على وضع إيدك وتشعرك بالدفء والراحة والحنان. ولكن بعد فترة تبدأ تحس بأن القهوة بردت بسرعة. إذن هذا الكابالكا رغم أنه ممتاز ومميز، ولكن إلى الآن لم يحافظ على حرارة القهوة بأنها تكون مستمرة. إذن ما هو الحل؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله.